أولا هذا ليس غريبا عن دولة الاحتلال. دولة الاحتلال هي دولة عنصرية، دولة تأسست على الخروج على القانون، هي بأساس دولة خارجة عن القانون. طوال مدة الاحتلال هي تواجه الشعب الفلسطيني، تعودنا على جنود الاحتلال أن يكونوا بهذه الكثافة النارية في مواجهة العزل. كان ذلك في الانتفاضة السابقة والانتفاضة الأولى وقبل ذلك في المظاهرات العزل. هذه الغريب في الأمر أنه الحراك العربي والإقليمي ليس بالمستوى المطلوب. هناك قوة نارية تفتح من قبل جنود الاحتلال باتجاه عزل بهذا الشكل اليوم الجمعة الماضية، الأمس والجمعة الماضية. المشهد كان يعني حقيقة يجسد حالة النضال الفلسطيني وحالة الكفاح الفلسطيني وحالة التصميم على مواصلة النضال حتى أسقط صفقة القرن وحتى تغيير هذه الأوضاع التي نعيشها في قطاع غزة، وكذلك نفس الأمر تعزيز حالة العودة والحفاظ على قضية اللاجئين وعلى جوهرها من العبث بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ما يسمى صفقة القرن من قبل رئيسها الذي أسقط القدس عن طاولة المفاوضات، والآن يحاول إسقاط قضية اللاجئين وقضية العودة.